بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالى للذبح، سنة أن يكون الذابح مسلما. طيب، أهل الكتاب يعني نصراني أو يهودي، الأضحية صحيحة مع الكراهة، فدور على مسلم أفضل، لكن لو هو ذبحها مش حرام. نيمها على كتفها الشمال علشان تعمل إيه يا مولانا؟ ها، أسرع لإخراج الدم، اقطع لي العرقين اللي هنا والحلقوم. شفت أنا بعمل إيه؟ قطعت الودجين أهم عشان الدم يخرج، وقطعت مجرى الهواء والشرب والأكل. سن السكينة عشان ما تعذبهاش، أنا قلت لك دي نعمة من نعم ربنا. السكينة لازم يبقى فيها ثلاث مسامير، كلام فاضي. فيها مسمارين، كلام فاضي. طب مسمار واحد، برضو كلام فاضي. احنا لينا سكينة تكون حامية وخلاص، لو قلنا مسمارين ولا ثلاثة ولا أربعة. كل هذا الكلام كلام يعني ما مالوش أساس من الصحة. ما تتبحش الخرفان جنب بعض من باب الأدب، ما تتبحش الأضاحي جنب بعض من باب الأدب عشان الحيوان ما يخافش وترعبه. شفت النبي حلو إزاي؟ إذا قتلتم فأحسنوا ليها، لقيت أنت تنفع دي وتنفع دي، أنت لقيت قدامك صرصار عايز تقتله، اضربه ضربة جامدة قضية، فهمتها؟ إنما رحت ضربه كده ضربة بالراحة، عملت له شلل رباعي ويمشي برضه، وتروح ضربه ضربة تانية عملت له انفصال في الشبكية فبقى كفيف، تروح ضربه ضربة تانية. ليه يا سيدي؟ لا تموته، لا تسيبه يمشي، صح ولا غلطان؟ ذنبه ايه تضربه ضربة كده تخليه يعرج مدى حياته؟ ملهاش لازمة. الإسلام حلو، إذا قتلتم فأحسنوا ليها القتلة والقتلة، الاثنين صح. وإذا ذبحتم، يعني شفت 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 رحمة ربنا. ولذلك في كتاب اسمه الرفق بالحيوان، ده عامله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم البرباوي شيخ الأزهر، وفي كتاب للسخاوي في ضرب الحمار. السخاوي مات سنة 902، حافظ كبير في ضرب الحمار. شفت المسلمين بيفكر ادي الحضارة، الحضارة انك انت تتعامل مع الرحمة بالحيوان، اي حيوان حتى لو ضار بتموته، فما بالك بحيوان الله قال لك اذبحه. طيب، لما تيجي تذبح قول بسم الله، على مذهب الشافعية سنة. الله أكبر، اللهم صل على سيدنا محمد، وتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا سنة أذبح بإيدي وأذبح نهارا. طب لو ذبحت ليلا مش حرام لأن في أنوار، لكن الذبح نهارا أفضل. طب انا ما بعرفش اذبح يا مولانا، انا بخاف من الذبح، اعمل ايه؟ اشهد، هات مراتك وعيالك وكله يتفرج على الخروف هو ايه بيتذبح، عشان ده شعيره. شعيره يعني اي علامه على ان هنا يوجد الاسلام. احنا بنذبح الخروف يبقى فيه هنا ايه؟ تطبيق لسنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في مسلم بيذبح. الدم اللي بينزل ده أحب الأعمال إلى الله يوم النحر. أتصدق حلوة، لكن أذبح أحلى. فهمتني؟ فهمتهاش؟ أذكر ربنا ليلة الجمعة جميل قوي، لكن أصلي على النبي أحلى حاجة. ليلة الجمعة اقرأ البقرة حلوة، لكن الكهف أحلى. كل حاجة حسب إيه؟ وقتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.